جزيرة القرش قطعة ساحرة من عروس الساحل الشرقي، مدينة السحر والعجائب، خرفكان الجميلة، ومن منا لا يعرفها، فهي بقعة مميزة ومقصد لكل من يزور المنطقة الشرقية ومدينة خرفكان على وجه التحديد. من قلب المدينة الفاضلة، مدينة الأحلام والسحر الفريد والإبداع الذي يخطف العيون، تأخذنا رحلة للإبحار برا في روعة وإبداع يغازل القلوب والعيون. عين على الخيرات قد أبصرت، فضل من الله عم أرجاء الوطن، ولعل كلباء أجمل ما يبارك أرضنا، فالخير والنعماء فيها تأصلا. يا مرحبا مليار والله ولا يسد بمتابعينا الكرام أصدقاء برنامج في عيونهم. الله يحفظكم، الله يكتب لكم السعادة إن شاء الله في قلوبكم وبيوتكم ولكل من يعز عليكم. نحن اليوم في مدينة شلبة الحبيبة، وبالتحديد من أمام بحيرة شلبة. هذا المكان اللي فيه الكثير من الإيجابيات والطاقات الجميلة. حياكم الله في المدينة اللي ولدت من جديد. تبون تنسون همومكم، تخلون همومكم في طي النسيان، حياكم الله على شواطئ خرفكان، المدينة اللي حباها الله سبحانه وتعالى بروعة الجبال والطبيعة الشاطئية، المدينة اللي بفضل الله ثم بفضل الحكومة الرشيدة والمتابعة اليومية الشخصية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ازدانت خرفكان وأصبحت فعلا حديث هذا الزمان والوجهة السياحية الأفضل في هذا الوقت. احنا في وادي من وديان منطقة شيس. هذا الوادي فيه الكثير من اللوحات الفنية الجميلة، مثل ما عودناكم ان احنا نركز على الجماليات في هذه الأماكن. وبلادنا ولله الحمد فيها الكثير الكثير، سواء على الشطآن أو بين الوديان، ولوحتنا إن شاء الله بتكون من هذا الوادي. تابعوني. كانت هيئة الشارقة للآثار قد أشرفت على مشروع التنقيب وتوثيق اللقى الأثرية وعملية الترميم في المنطقة، والتي أسفرت نتائجها عن تسجيل عدد من البيوت والمباني القديمة المتشابهة، والتي تتخذ شكلا مميزا كنموذج لمباني المنطقة قديما.
يمكن الحديث عن هذا المشروع الذي تتضمنه عملية تطوير المنطقة بعد إعادة تجهيزها بأحدث المرافق لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى إعادة ترميم الحصن العلوي للقرية الذي أنشئ قبل نحو 300 عام على قمة الجبل، وكان جزءا من الشبكة الدفاعية لمدينة خرفكان قديما، وتم تجهيزه ليكون مزارا سياحيا متميزا بالمنطقة، ويوفر الحصن إطلالة ساحرة على الوادي والقرية والمزارع والمرتفعات الجبلية المحيطة. دائما نقول ان الاماكن الجميله والسياحيه في بلادنا تزيد وما تنقص، والله يزيد بعمر من زادها ويخليه ان شاء الله. واليوم طبعا مع صديقي زايد واخوانه نودعكم ونقول لكم ان شاء الله نشوفكم في حلقه قادمه. انتهت لوحتنا، ويبقى المكان يزداد جمالا ويبقى ملهما لكل الاجيال. سماء وجبال ومدرج وشلال وفرحه اهل وأطفال في نهاية الأسبوع في خرفكان يقضون أحلى الأوقات، وطاقات إيجابية لها أول ما لها تالي. وانتهت لوحتنا اليوم لشلال خرفكان اللي دائما نقول لكم هي بطاقة دعوة لكم لزيارة هالأماكن. حياكم الله ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.